كوكو لي زامي، السلام عليكم. اليوم غادي نتكلموا على موضوع مهم اي واحد مبتدئ في اليوتيوب خصو يعرفو، اللي هو سترايك او الانذار اللي يوتيوب كيصيفطو. وخصكم تعرفوا بانه من 3 الى 5 ديال الانذارات اللي كتحصلوا عليها القناة ديالكم تقدر تسد. دونك هادشي علاش من المهم انكم تعرفوا شنو هو السترايك، كيفاش كيجي، كيفاش يمكن لكم نتفاداو. غنشارك معكم واحد الغلطه اللي انا براسي درتها. كدرت واحد الفيديو فيه مجموعه من الصور وقلت اش نحط واحد لا ميوزيك، موسيقى بلا كلام بلا حاجه، غير موسيقى انسترومونتال عليه. مشيت لجوجل كنقلب فري ام بي 3 داونلود، المهم عجبني واحد لو مورسو، قلت اجي نحط هذا لو مورسو على لا فيديو ديالي. تفاجأت بأنه جاني سترايك. أنا أصلا ما كنت عارفة شنو هو السترايك. تواحد السيدة قالت لي يا مريم راه جاك إنذار القناة ديالك، حاولي تشوفي هذيك لا فيديو. أوبس، كيفاش إنذار؟ ما فهمتش شنو هو السترايك، ما عرفش كيفاش تجاني. دونك حاولت نبحث في هذا الموضوع. أول حاجة شنو هو السترايك؟ لو سترايك يكون واحد لافيرتيسمون او واحد الانذار اللي يوتيوب كيعطي هنا بسبب واحد لا فيديو اللي اون لا بوبلي. عموما كيكون لو سترايك ريلاتيف او فات كان كونتينو سومي او دووا دوتور او كوبي رايت اي يوتيليزي سون اوتوريزاسيون دوني بار لي ديتوندور دو دووا. بحال دابا انا خديت واحد الاغنيه كوبي رايت وحطيتها عندي في لا فيديو ديالي بلا ما ناخذ اي اذن بانني نحطها في لا فيديو ديالي. اولا خديت تصاور كوبي رايت افيك دووا دوتور ريزيرفي ليهم وحطيتهم في لا فيديو ديالي. دونك اوتوماتيكمون كاين واحد لو بروغرام اللي يوتيوب كيراني اي يل ديتيكت بحال دابا سيغتان ميوزيك اللي تحطو في لي فيديو et qui dit واش هاد لا ميوزيك الا لي دووا دوتور اه ولا لا. كانوا فيها لا دووا دوتور اوتوماتيكمون كي سافات ان سترايك. لي ايماج سي ان بو بلو ديفيسيل مي نونبيش كرسنا نحدو راسنا بارابور او ايماج اي على ميوزيك اللي كنحطو في لا فيديو. ايضا الا حطينا ان كونتينو انابروبري بحال دابا حطينا دي فيديو على العين غاسيال على العنصريه ولا على لانسيتاسيون على فيولونس تحريض على العنف ولا تحريض على القتل ولا شي حاجه بحال هكا، حتى هو سي دو كونتينو انابروبري. دونك محتوى ما خصوش يكون، دونك يجينا سترايك عليه وممكن كاع كاريمون تحدث لاشين ديالنا. وخصنا نعرفوا بانه او بو دو 3 سترايك يعني 3 ديال الانذارات اللي كيجيونا لو كونط ديالنا يقدر يتسوبريما كاع. دونك حداو راسكم، وهذا الكلام موجه لراسي حتى هو لانني مازال كندير بعض الاغلاط. الى حطيتو ان كونتينو انابروبري ولا ما عندكمش لي دووا دوتور عليه يقدر يجيكم ان سترايك. بالنسبه للموسيقى اللي انا حطيت راه منين جاني هذاك السترايك ودخلت باش نشوف لو ديتاي بان ليا بانه لا ميوزيك خاصه بهذا الانسان وما عنديش الحقوق بانني نحطها واعطاني لوبسيون باش نحيدها. دونك الا كانت لا فيديو ديالكم كلها فيها غير هاد الموسيقى غتولي تحيدوها كامله. الا كانت بعض المقاطع اللي في لا فيديو ديالكم يمكن لكم تحيدوا هذوك لي مينوت ولا لي سكوند اللي فيهم هذيك الاغنيه. دونك غتكون عندكم لا فيديو ديالكم فيها الصوت وفي واحد الوقيته ما يبقاش فيها الصوت باسكو تحيد هذاك المقطع. ولا راحتيو دي فوا ملي كنكونوا كنتفرجوا في برامج في اليوتيوب ا مومون دوني كيبدا الغناء صافي كيحيدوه. علاش ما كايناش موسيقى؟ باسكو كاين هاد لا لوا سترايك ديال يوتيوب اللي كتمنع تحط هاد النوع من الموسيقى الا ما كانش عندك لي دووا دوتور عليها ولا اذن بانك تحطها. اي بيان سور ممكن ندير اون فيديو الا ما شاركتش معكم اون استوس. دونك لاستوس ديال اليوم سا كونسيرن لا ميوزيك. كيفاش يمكن لي تيليشارجي اون ميوزيك اللي ما فيهاش لي دووا دوتور ريزيرفي دونك كوبي رايت اللي ما غاديش تشكل خطر على لا فيديو ديالي؟
أضمن حاجة هي أنك تمشي اليوتيوب وتليشارجيو لا ميوزيك اللي هو حاطها ديسبونيبل كوم ميوزيك غراتويت. دونك القناة ديالكم يوتيوب ستوديو لو بانيل غوش غادي تمشيو لبيبليوتيك اوديو. ابخي غادي تجبرو دو زونغلي، واحد بور لا ميوزيك غراتويت، تبرعوا ليا راك تشوفوا الخير ديكشي كتير، اي واحد اخر كي كونسيرن افي سونور. نتمنى بانه هاد لاستوس تفيدكم، نتمنى ما توقعوش في الغلط بحالي ويجيكم انا افيرتيسمون على قبل اون ميوزيك اللي حطيتو وما كانش خصها تحط. دونك غنشارك معكم ايضا واحد لو ليان اللي غادي نخليه في لا ديسكريبسيون اللي هو برينسيپ دو باز دي افيرتيسمون بور اتانت او دووا دوتور. حاولوا تجبروا شي وقيته واخا ما تقراوش كلشي، مي او موان باركورير لا باج باش تحديو راسكم وتعرفوا شنو اللي يقدر يشكل خطر على القناة ديالكم على لي فيديو ديالكم. الى استفدتوا معنا في هذا الفيديو لايك اشتراك القناة، وبالتوفيق للجميع.